يعني الاهلي ضم 14 لاعب صيف وشتاء، والزمالك ضم 28 لاعب صيف وشتاء، ومعلوماتي انه ال 14 نص ال 28 بالظبط. لو معلوماتك ان ال 14 فيهم ثلاثه لناشئين تحت السن، ماشي، لدعم فرق الناشئين. اوكي، يعني في ناس كتير ما بتحسبش ان دول بس انا اكشوال الفريق الاول دعم نفسه بكام؟ ب 11 لاعب. ف دي دعوه للموضوعيه شويه، عشان بجد احنا يهمنا مصلحه الكره المصريه، لان انا موقن تماما انه مش هيبقى الاهلي في قوه مستمره ما لم يكن الزمالك اقرب منافس جماهيري ليه في قوته. وقت ما هيفضل الاهلي بعيد لوحده هيفقد الدوافع بتاعه المنافسه. الاهلي يحتاج الى زمالك قوي، لا، ويحتاج الى اسماعيلي قوي، ويحتاج الى اتحاد قوي. اختلف اختلف واحتاج. اتفضل. الاهلي بيطور دوافعه يا استاذ ابراهيم. اه، الاهلي الان وجمهوره لا يرى في الدوري الحافز. اهلي جمهوره الان ينظر الى افريقيا، واذا فاز بافريقيا هينظر الى مباراه كاس العالم للانديه. هذا هو النادي الذي يريد ان يطور طموحاته دوافع عشان ينطلق، هو ماليش دعوه بغيره. تمام. طيب احنا بنحاول نقرا الصوره، بنحاول نشوف فكره الممل والضعيف والباهت والتعبان والشرس والقبيح والشرس والقبيح ولا الطيب والقبيح. على صعيد اللعيبه الزمالك اشترى ضعف عدد الاهلي، ومحدش اختار لحد، كل واحد بيختار في لعيبه تنجح هنا ولعيبه ما تنجحش هنا. كمان على الصعيد الاداري، ودي نقطه ملفته جدا، بين انديه القمه المتصارعه ديت الاهلي غير السلطه الاداريه، الزمالك احتفظ بسلطته. الاستاذ مرتضى منصور كان رئيسا للنادي واستمر رئيسا للنادي، حتى ان اختلف بعض الاعضاء في المجلس، لكنه الراجل هو الحاكم، هو اللي مسيطر على كل الامور. فالسلطه الاداريه في الزمالك ما اتغيرتش. السلطه الاداريه في الاسماعيلي كان المهندس ابراهيم عثمان واستمر، ونجاحه او عوده العثمانيين للاسماعيلي قوبلت بسعاده وارتياح شديد، لانه دايما قادرين ان هم فعلا يظبطوا الامور في الاسماعيلي. المصري، أنا بتكلم على المربع الذهبي، الأستاذ سمير حلبية كان واستمر. يعني السلطة الحاكمة في الأربع أندية في المقدمة، طبعاً إنبي مستمر زي ما هي، وسموحة مستمر زي ما هو، الأهلي هو اللي غير واستمر رغم التغيير. كان يتصدر ويتوج، وأصبح يتصدر ويتوج. عارف ليه يا أستاذ إبراهيم؟ رغم التغيير؟ لأن الأهلي عمل مؤسسي. أيوه. مش مرتبط قوي بالافراد بقدر ما هو مرتبط بسياسات والعمل المؤسسي. ده اللي احنا بنحاول نقف عنده عشان الناس، يعني الناس كلها رانت ان جهاز الكره هينكل به، جهاز الكره مش سعيد والنهارده جهاز الكره يعيش اسعد لحظاته وتوهجه وتالقه. الاستاذ كابتن عصام عبد المنعم النهارده في الاهرام، وواحد طبعا من اساتذه النقد الرياضي، حارس مرمى النادي الاهلي، واحد له باع طويل في النقد الرياضي، حاول يستجلي الصوره النهارده في الاهرام، هو ليه الاهلي مع كل هذه المتغيرات يتفوق ويتصدر؟ وقال جملتين اعتقد من المهم ان احنا نقولهم لحضراتكم، عشان سيبكم بقى من الممل والشرس والقبيح والممل والضعيف والباهت والكلام ده كله. ايه سبب تفوق الاهلي؟ الاهلي اشترى لعيبه نص اللي اشتراهم الزمالك، الاهلي غير سلطته الاداريه، كان مع السلطه السابقه مع المهندس محمود طاهر يتصدر ويتوج، واصبح مع الكابتن محمود الخطيب متصدر وباذن الله سيتوج. ليه؟ قال الكابتن عصام عبد المنعم، الاهلي فريق صاحب شخصيه مستقره. دي النقطه اللي المهندس عاد لسه بيتكلم. شخصيه مستقره واضحه المعالم، تعتمد على قوام رئيسي ومجموعه البدلاء، مجموعه من البدلاء الاساسيين، تضمن له الاستقرار الفني وعدم التعرض لهزات في المستوى او النتائج، الا ان اهم عوامل نجاحه هو الاستقلال، استقلال الاداره الفنيه للفريق عن الاداره العليا للنادي.
تاني الإدارة الفنية للفريق يمثلها الكابتن حسام البدري وجهازه الفني مستقلة تماما عن الإدارة العليا للنادي، عن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أو حتى عن لجنة الكرة وفيها المدير الرياضي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن علاء عبد الصاد. في استقلالية، في عمل مؤسسي زي ما المهندس عدلي أشار، في محددات لكل حد شايف شغله. كان الكابتن صالح يقول إيه؟ ادي الصلاحيات وادي التكليفات، ها؟ وفوض بالسلطة وراقب الأمور ولا تتدخل. ثم حاسب كل الأطراف. بالظبط. بيقول الكابتن عصام عبد المنعم هذا الاستقلال للإدارة الفنية للفريق عن الإدارة العليا للنادي وهو ما لا نراه بكل أسف في الغالبية من فرق المسابقة. هذا الكلام ربما يبدو سهلا لكنه في الحقيقة غاية في الصعوبة عند التطبيق. وده أنا معاه فعلا، مش بالكلام. مش كل واحد أنا مساند قوي، أنا دعم للفريق، أنا ما بتدخلش، أنا ما يهمنيش إلا أن الفريق أحقق له كل حاجة وأنا ماليش دعوة. تعرف وأول ما يتحط قدام منه مايك يفضل يحلل في الفريق ويبدو وجهات نظره. ده كلام بره أساسيات العمل الإداري الصح. تعرف يا أستاذ إبراهيم؟ آه. الكلام اللي هو بيقول لك يبدو سهل ولكنه شديد الصعوبة. أما يكون في مجموعة عندها مشكلة وعايزة تقابل رئيس مجلس الإدارة. فتتفق إن واحد يتكلم، مش هيتكلموا كلهم مع بعض. فيقول لهم بس يا جماعة من فضلكم لما نتكلم يعني قولوا لي أنتوا عايزين إيه النقط بتاعتكم، وأنا أنتم متوسمين في إيه، إن أنا قد قدرتي على يعني إرسال الرسالة بأوضح صورة وإخلاص، وما أن يفتح فمه يتحدث الجميع. تكون النتيجة إيه؟ انهارت المطالب ويبتسم رئيس مجلس الإدارة لأنه عرف إنه مش دول مش متفقين ولن يحصلوا على شيء. عملية تبدو سهلة حقيقي، لكن ما حدش بيعرف يقاوم نفسه عندما تحين لحظة الحقيقة. صحيح. الفوارق واضحة، الأسباب متهيألي معلومة، لكن التطبيق مش سهل. التطبيق ده محتاج تراكم. الأهلي نتاج تجربة إدارية متراكمة. الأهلي نتاج عمل دستوري الكل حافظه. يوم ما هتلاقوا الكابتن محمود الخطيب وهو نجم النجوم وكابتن الكباتن ويوصف دائما أنه أمهر من لعب الكرة، يوم ما تلاقوه بيبدي وجهات نظر في أداء الفريق أو بيعدل على المدير الفني، اعرفوا إن ده مش الأهلي، واعرفوا إن العمل المؤسسي بدأ يختل، واعرفوا إنه سبب التفوق بدأ يتراجع. لما تلاقوا عضو في لجنة الكورة بيقيم لعيبة وبيبدي وجهات نظر على لعيبة وبيتحفظ على خطة مدرب، أو تلاقي عضو مجلس إدارة بيحلل ويشرح فنيا ويبدي وجهات نظره ويتوقع حاجة للفريق، اعرفوا ان ده مش الاهلي، واعرفوا ان ساعتها ما يستحقش هذه الصداره يا باشمهندس. ولما يبتدي رئيس النادي مثلا يستقبل لعيبه في غيبه الجهاز الفني وبدون علمهم وبدون رغبتهم ويتصرف ويصالح ده ويحايل ده وتليفونه مفتوح للجميع ويكافئ ده ويعاقب ده، ينهار الاهلي طبعا. وهنا لما بنتكلم هنا على تقاليد الاهلي، والناس يقول لك يعني ايه تقاليد الاهلي نظامه وقيمه، هي ده نظامه، هي الحاجات دي نظامه، هي دي اساس النجاح نظامه اللي هو بس يعني احنا بس كل شويه بنفكر ناس احنا كنا بنقول ايه وليه. عشان ده، عشان الناس بتعترف بيه النهارده، كل المحللين بيقولوا ده سبب النجاح. بالظبط. بس نتمسك بالكلام ده. لكن دوري ممل. صديقك. هل الاستاذ عمرو اديب اللي 100 مره اعترف باسباب فوز الاهلي، ولكن لما غلب بقى في الاخر تعالوا نشوف قال ايه. يعني بقى يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني في كل الهم اللي احنا فيه ده واحد يقول لك ايه المقاولين كسب 5-2، ايه ايه يعني بقول لك الدنيا متنيله والبلد اهلي ايه؟ اهلي ايه؟ ده البلد كلها حالتها تعبانه، اهلي ايه وبتاع ده وقته اقفلوا الدوري ده، انا رايي ان الدوري ده يتلغي، البلد هي اهم. يعني الغوا خلاص، هو ايه مش الاهلي هيكسبه؟ قولوا الاهلي انت كسبت الدوري خلاص الغوه، كل يوم هنقعد نتفرج عليه بيكسب.
كفايه بقى كفايه، خلوا عندكم يعني يعني احنا ناقصين، احنا في ايه ولا في ايه؟ خلينا في المهم. خلينا في المهم. لينا صديقنا صديقنا عماد حسين رئيس تحرير الشروق زملكاوي طبعا، فلما يتحرق قوي وعايز يهرب تبدا تنكش، يقول لك يا عم بس كره ايه، انا بتكلم عن انا بشوف بس ايه اللي بيحصل في البحر المتوسط من صراع. ما يفتكروش بشوف قبرص وتركيا هينتهي على ايه، بيدور على اي حاجه. الزميل صديق الاعلامي تامر امين وهو اهلاوي جدا رد في قناه الحياه على مطالب عمرو اديب، نشوفه. جملتين في الاخر، جمله منهم متعلقه ب بالنادي الاهلي، والحقيقه لازم اعترف لكم ان النادي الاهلي دمه تقيل بصراحه، يعني النادي الاهلي دمه تقيل صحيح، مبوخ دوري كره القدم ومبوخ الموسم ما بيخسرش وما بيتعادلش، حتى الماتش اللي كان شغال من شويه ولسه خلصان من دقيقه او دقيقتين الاهلي كان كسبان المقاولين 2-0، ثم المقاولين اتعادل 2-2، فقلت كويس. على فكره انا اهلاوي جدا، بس قلت كويس اهو شدوا، الاهلي هيخسر نقطتين فالاسماعيلي يشد شويه والزمالك يشد شويه، اهو الدوري يسخن شويه. اتاري الاهلي كان مريح بس ربع ساعه كده لحد ما المقاولين اتعادل، فالاهلي جاب جولين تانيين وخلص الماتش 4-2 5-2. ايه الاهلي بيجيب جون في ايه بعد الماتش ما يخلص؟ لا في عدد الاهداف بيزودوا جون، بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين النكته بتاعت الاهلي اللي هو في واحد زملكاوي، بلاش زملكاوي دي، في واحد من ارسنال، عشان زملكاوي زعلوا، في واحد من ارسنال كان بيلاعب الاهلي فالاهلي كسب 4-0، فتاني يوم الصبح بقى بيصحى بدري كده علشان يروح شغله، فمراته بتقول له اصحى بقى الساعه بقت 5، قال لها لا هو الاهلي جاب جون تاني. مبروك للاهلي، الاهلي الحقيقه بقى فريق مرعب وماشي بيأزأز في الأندية، مع كامل الاحترام للأندية ده مش غلطة الأندية، لكن دي قوة من الأهلي، وده شيء يحسب ليه مجلس إدارة الأهلي السابق ومجلس إدارة الأهلي الحالي، ورغم أنف الكثيرين يحسب لمجموعة اللاعبين الرائعين الموجودة في الأهلي والمايسترو بتاعهم حسام البدري. الحقيقة في كتير من الناس من جمهور الأهلي ما بيحبوش، بس أنا بقول لكم حسام البدري مدرب هو الأفضل في المواسم الاخيره في مصر ولو كره الكارهون، لكن برضو ما تبقاش دمك تقيل قوي كده اهلي، يعني خلي الكره يبقى ليها طعم شويه. طيب ولا عزاء طبعا لعمرو اديب، ولا كلمه، عمرو اديب نفسه الاهلي يخسر. طيب الكلام على فكره يعني بقت يعني حتى الدعابه الاهلي بقى دمه تقيل ولازم يخسر، لا يا سيدي احنا عايزين دمه يتقل اكتر من كده 100 مره. الاهلي لو خسر هيبقى دمه تقيل. الاهلي خف دمه في الفوز لانه بيسعد الناس، يتعادل يخسر هنا تقل الدم. فاحنا تامر لا، نادي الاهلي دمه خفيف ويا رب يفضل دمه خفيف. واشار له نقطه مهمه، دور الكابتن حسام البدري. وانا يعني اعتقد ان الاوان بجد انه بعض جماهير السوشيال ميديا وبعض الناس اللي كانت بتزعل من الكابتن حسام البدري، هم شفتوا بقى دلوقتي بيتكلموا في حاجات تانية. بصوا بعين منصفه شويه، بصوا للكابتن حسام البدري بيعمله في الفريق. كنت بتكلم انا والمهندس عدلي مع الكابتن علاء نبيل لما قابلنا بره الاستوديو، فعلا يكاد يكون حسام البدري بينفذ تجربة أقرب بكتير لتجربة مانويل جوزيه في موسم 2004-2005. ما خدتش بالك كابتن علاء قال لك إيه؟ آه قال لك ابني أهلاوي مجنون ومجنني ويقعد يضغط جامد. آه عايز الأهلي يكسب على طول، مش عايز يتعادل. فهي يعني اللي بيحصل ده نتاج مدافع. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنشكر تفاعل حضراتكم معانا على صفحه القناه على الفيسبوك وتويتر، اسال ملك وكتابه.
ياسر سيف بيقول ليست مشكلتنا ان المنافسين اقل منا، نحن الاقوى والاجدر بكل البطولات المحليه والافريقيه للطريقه الاحترافيه التي يتعامل بها الجميع من مجلس اداره واداره كوره وجهاز فني ولاعبين وعاملين. بالتوفيق دايما للمارد الاحمر، والهدف الاسمى باذن الله هو المنافسه على كاس العالم للانديه المره القادمه. بالراحه بس شويه استاذ ياسر، وبلاش كلمه لازم الاحترام لكل المنافسين، بالعكس كل احنا بنكسب ساعات ماتشات بخلوع الدرس. محمود بيقول قوة الأهلي طبعا الضاربة متمثلة في التزام وانضباط وأداء على أعلى مستوى مع مدرب محترم جدا وقدير وجهاز وإدارة لا يوجد مثلهم في قارة أفريقيا، الأهلي يسير في عالم آخر. تحياتي لحضراتكم عادل القيعي والمنيسي. شكرا حسام محمود. الأهلي متصدر الدوري لأنه أقوى فريق وعنده أقوى لعيبة وأحسن مدرب في مصر وأفريقيا، ولأنه منظومة واحدة ومتكاملة، وعشان روح الفانيلا الحمراء. تحياتي للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنسي، شكرا ليك. ليلى الاهلاويه بتقول تحياتي لحضراتكم، قوه الاهلي ما شاء الله طبعا في رجالته اللي عارفين بيلعبوا فين وفي الصفقات الناجحه طبعا. ومعلش عاوز اعرف جول ازارو الملغي صحيح ولا لا؟ اهلاويه وافتخر الكابتن الشناوي لانه عضو في لجنه الحكام، لما حب يعيد اللقطه ديت وجه عند الكره وهي نازله وقف الكاميرا بحيث يبان ان الكره نازله على دراع أزارو، لكن طبيعة الحركة في اللي كل اللي شافها ما لمستش إيد أزارو، ولكن في النهاية على أي الحكم. حال على أي حال المشكلة لازم تكون عند الحكم الخامس اللي هو في مواجهته صحيح، اللي ولا مرة إدى قرار لصالح النادي الأهلي. بالصدفة الشديدة ثلاث قرارات محيرة ورا بعض في ثلاث ماتشات، الحكم الخامس لا شاف ضربة جزاء، هو قاعد الحكم الخامس لابد في الدورة للأهلي ويعملوا لك ويوطوا لك إنهم شايفين قوي لابد يعني واخد بالك، لكن ولا قرار الا اذا كان يلغي لك جون صحيح او يحسب عليك لمسه يد، لكن ما يحسبلكش حاجه ابدا. طيب زوزه هنادي من ليلى الزوزه، ها قوه الاهلي طبعا السنه دي اداء ونتيجه، وفي اي اخبار عن التيشيرت الجديد ولا هيبقى في نهايه الموسم مع النجمه الرابعه؟ باذن الله مع النجمه الرابعه. تالينا حمدين، الاثنين والخميس اصبحوا عيد بالنسبه لنا بسبب ملك وكتابه، بس يا ريت الإعادة تبقى بدري يعني ساعة بعد انتهاء الحلقة، ولازم تثبتوا فقرة خاصة بتاريخ نادينا العظيم ودوره الوطني، وعندي اقتراح خاص بمدرجات استاد الأهلي المزمع بناؤه، عايزين جزء من التالتة شمال يكون فيه كراسي بعدد ال 72 شهيد، كل كرسي باسم شهيد بلون مميز عن باقي المدرجات على ألا يجلس به أحد، ضروري لتخليدهم. تحياتي لكم قامتين ولا أروع. شكرا تالينا. نشكرك يا تالينا وانا معاكي في كل اقتراحاتك. صحيح. حمدي عبد الله، تحياتي للاعلام المحترم ابراهيم المنسي، شكرا جزيلا. والكابتن عادل القيعي، عايز اعرف رايك فيما يقول خالد الغندور في برنامجه عن الاهلي والتقليل منه. اعتقد ان الكابتن خالد وغير الكابتن خالد والكابتن كريم وكل الناس لا تستطيع الان ولا تتحدث الان الا عن الاسباب الموضوعيه لتفوق الاهلي، وكل الكلام اللي فات منهم انسوه، لحظه الحقيقه قد حانت واطلقها الجميع. محمود ابو زكريا، مساء الخير لمهندس الصفقات واستاذنا الرياضي ابراهيم المنسي، شكرا طبعا لقوه الاهلي وجبروته، ويا ريت يا كابتن حد يرد على برنامج الغندور وملعب الشريف. محمود محسن، هل هناك اي تواصل مع حسين الشحات؟ مع العلم ان الاخبار بتقول ان اللاعب رافض العروض الخليجيه وعايز يلعب في الاهلي. تفتكر هقول له؟ طيب مش هتكلم. طبعا احمد عاطف بقى، خش على احمد عاطف. انت على احمد عاطف. احمد عاطف ده ابن اخويا والله، بس ده تشابه اسماء اكيد. طبعا قوه الاهلي وان شاء الله نقدر ناخد دوري ابطال افريقيا، وعاوز اعرف موعد انطلاق قناه الاهلي في ثوبها الجديد قريبا ان شاء الله. يعني ابن اخوك مش عارف يقول لك ازيك يا عم؟ لا لا ده اكيد تشابه اسماء. محمود عبد المقصود، طبعا لعده اسباب، عدم الاستقرار الفني والاداري لاغلب انديه الدوري، العامل البدني الكبير واللي بحي عليه الجندي المجهول أنيس الشعلالي، مرونة حسام البدري في التغيير تكتيكي لكل مباراة وظروفها، وروح الفانيلا الحمراء. مهم جدا ان احنا يعني نقف عند الاسباب، علشان برضو الجمهور اللي بيمشي ورا الهيصة وتلاقي حد رمى كلمة ضد مدرب ولا ضد لعيب، تلاقي الدنيا فجأة الرأي اتغير. عايزين نثبت على الجوانب الإيجابية بجد. ده اخشى يحدث كابوتين ورا بعض، هتسمع كلام تاني خالص. انا بقول لك عشان كده بقول مسجله كده. اثبت اثبت. اما زهره جمال عايزه تشوف فريق نسائي
واحده للكوره. يعني احنا قادرين على الرجالي ومصاريف. محمد نادي عايزين نعرف ليه وديه الامارات اتلغت. مين اللي قال؟ طب احمد جابر بيقول لك اكيد طبعا العين ما بتكرهش الا الاحسن منها. ويونان عزيز بيقول الاهلي فوق الجميع، وطول ما احنا ايد واحده محدش يقدر على الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا يونان. يا يونان، الاهلي فوق جميع ابنائه. محمد بركات لا، لانه ملوش منافس نقدر نقول مستهدف، لو ليه منافس في انجازاته وبطولاته ده هل الاهلي مستهدف ولا لا؟ بنت الاهلي بتقول هكذا تكون الاساطير دائما تحت النظر، الاهلي فخر لمصر داخل في الداخل والخارج، واكتر فريق بيلعب كوره حتى لو مش بتشجعه يلفت نظرك وتشيد بادائه. دايما في نجاح وتالق ومكسب او خساره، بنتشرف بتشجيع الاهلي. دودي احمد الاهلي مستهدف جدا وبطريقه مستفزه، مش عارفين نلاحق على مين ولا مين، بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المستشار التهامي بالطبع الاهلي مستهدف ممن لا يريدون الخير لنادينا الاهلي العريق. احمد درويش طبعا الاهلي مستهدف، وخاصه مجلس الاداره اللي فيه ناس بتتلكك له على اي حاجه وعايزه تطلع المجلس غلطان وخلاص. محمود ابراهيم بيقول الاهلي دايما مستهدف، تحس ان جميع الانديه عينيها على الاهلي، مع ان الاهلي اكتر حاجه بتفرح الشعب المصري. والله بكل اطيافه انا ليا صديق زملكاوي مغترب بيقول لي لما الاهلي بياخد بطوله قاريه بحس بالفخر. الاهلي اسطوره الاساطير، مفيش في القلب غيره. ده محمود ابراهيم. 74 شهيد في القلب، يا رب في الجنه ان شاء الله. محمد الامير يا ريت اعرف استاد الاهلي هيتم بناؤه امتى؟ اول ما تنتهي الامور الاجرائيه الاداريه بتحديد مكانه وثبوت صلاحيه المكان هتسمعوا خير باذن الله. طيب حتى لا يقع صلاح محسن في فخ ازارو. فخ ازارو هو تقريبا فخ امادو فلافيو. فاكرين فلافيو لما جه الاهلي تعرض للرجم الاعلامي وتحميل بشكل مش طبيعي خالص، واتهامات وتلقيح كلام على مانويل جوزيه، واصله ده جابه علشان ابن مانويل جوزيه سمسار لعيبه فهو اللي جايبه. كل الكلام السيء اتقال في امادو فلافيو، لدرجه انه حتى حقيقي خالص يعني. لدرجه انه حتى استخدموا لغه يعني فلافيو ما جاش على طريق سماخرة خالص خالص، اتصال مباشر. هو اي شيء، ما كانوا بيدوروا للراجل على اي حاجه تقول ان هو لعيب كوره كويس، اي حاجه عايزين يثبتوها عكس ده. الى ان نجح فلافيو هذا النجاح المدوي اللي خلاه تقريبا اقوى مهاجم اجنبي لعب في الدوري المصري. كله بعد كده غير كلامه. احنا المشكله بنتمتع في اعلامنا او حتى في الوسط الرياضي عامه وربما في غير الرياضه بذاكره السمكه. ما بنقدرش نفتكر اللي حصل من يومين فاتوا، فجأة بنغير ونتقلب بسرعة. أزارو تقريبا حصل معاه نفس الحالة يا باشمهندس، تقليل كتير في قدراته. ما احنا قلنا هذا الكلام، بس أنا ما أحبش يعني المقارنات بطبعي، لكن المقارنة في الموقف ماشي. لكن أزارو لعيب واضح واضح إنه يحدث الفارق، وأنا قلت يحدث الفارق مش بالضرورة يكون الأمهر، لكن بالضرورة اللي عنده ملكات تحدث الفارق، كما كان العظيم القدير الكابتن مصطفى عبده يحدث الفارق، كما كان العظيم القدير مختار مختار يحدث الفارق. ليس بالضرورة المهارة وحدها، إنما مختار يمكن كان عنده مهارة دريبلينج، الكابتن مصطفى كان هو الأكثر فعالية وصنعا للأهداف. فأنت لما تيجي أزارو وكل ماتش يوصلك 10 مرات للجون، ها يوم يجيب لك ضربه جزاء ولا اثنين ويجيب جون ويضيع خمسه، يا اخي ما هو الاحسن يوصل مره واحده يجيب جون واحد؟ يعني ايه طيب ازارو قلنا لعيب صغير في السن، ولما جه قعدنا نهاتي ونقول يا جماعه ازارو ده مواليد 11/6/95، يعني لعيب عنده 23 سنة أو 22 سنة أول ما جه. أنتوا بتتكلموا على ناشئ لسه طالع وجاي من فريق في المغرب صغير شوية، الدفاع الحسني الجديدي، شعبيته وجماهيريته وضغوطاته غير الرجاء وغير الوداد وغير الأندية الكبيرة.
وبعدين جاي على فريق كبير قوي بحجم وتقل النادي الاهلي بشعبيته وبطولاته واهميته والضغوطات اللي دايما وابدا بتصاحب هذا النادي وهذا الفريق. كل الناس كانت في كل فرصه بيهدرها وليد ازارو شغاله ضغط عليه. وليد ازارو زي ما انتم حضراتكم شايفين بعض اللقطات، الاول هنشوف في تقرير في قناه بين سبورت حاولت تعمله عن وليد ازارو في مسقط راسه في المغرب، علشان نبدا نشوف خلفيه النشأة وطبيعتها والجذور التي جاء منها وليد ازارو. هكذا شاءت مسارات وليد ازارو من المغرب الى مصر. مهاجم نادي الأهلي المصري حاور الكرة بين أروقة نادي أدرار سوس في قسم الهواة ضواحي مدينة أكادير. نادي أدرار سوس هو من شهد الإبداعات الأولى لوليد، وهو من يحفظ الذكريات الأولى. من كان صغير لاميني مراكادي لاجنو كان كيبان بانه ماشي ديال المستوى ديالو، ماشي ديال الهواة ولا دائما صراحه كنا كنشوفوه بانه لعاب ديال الاحتراف. الحي الشعبي في البلدة يفاخر باسم ابن الحي الذي بدا أنه يحفر في النجومية بثقة، حيث يعتبر لدى ساكنة الحي سفيرا محبوبا. المقابلة ديال اللي جمعته بين النجم الساحلي اللي مارك ثلاث أهداف اللي خلاته يكون هو الهاتريك ويدخل في قائمة الأهلي المصري، والحمد لله المقابلة كانت مزيانة تأقلم في المقابلة، والحمد لله نتمنى له مسيرة موفقة في المقابلات الناجين. من أدرار سوس إلى نادي الدفاع الحسني الجديد في العام 2015، التجربة ساقت الوليد والوليد ساق التجربة بحس اللاعب الطامح. انغمس أزارو في النغمة وحقق مقعدا ضمن لائحة الأسود، والشهادات تستحسن أداء الشاب المهاري. منذ مجيئي الى فريق الدفاع الحسني الجديد اكتشفت فيه اللاعب المحترف ذهنياً، لاعب الذي يسطر اهداف باش يوصل لعالم الاحتراف. على غير عاده المواهب المغربيه التي تعشق الاحتراف في الدوريات الاوروبيه، اختار وليد ازارو الانخراط في نادي الاهلي المصري، حيث يعد اليوم القوه الهجوميه لنادي القرن، واسمه يلمع في الدوري المصري وفي رابطة أبطال إفريقيا. معادلة النهائي أرغمته على مجابهة مواطنيه الوداديين، وهكذا هي أقدار الكرة. من أدرار إلى القاهرة مرورا بالجديدة، رحلة وليد أزارو قدرت له أن يمشي على ضفاف النيل ليتودد للنجومية وليصنع اسما مغربيا آخر في الأجواء. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، الجديدة. طيب ده تقرير من المغرب عن وليد أزارو، شفنا الحي اللي اتولد فيه، شفنا آراء الناس فيه، شفنا آراء مدربيه، ولكن كيف جاء اختيار وليد أزارو النادي الأهلي؟ هل كان اختيار الصدفة والعشوائية أم كان اختيارا مبني على قواعد وأسس؟ وليد أزارو يا جماعة كان هداف فريقه ب 12 هدف. وليد أزارو كان هداف منتخب المحليين ب 9 أهداف. إذن هو لعب في منتخب المحليين كان الهداف الأول، لعب مع فريقه كان هداف فريقه، وعندما أتى للأهلي كان عليه إن المكنة تجيب قماش من أول يوم. طب كانت بتجيب قماش بس يعني بتفوت في سنة كده لحد سرعتها ما ظبطت مع سرعة المكنة. خلاص كان هذا هو اللي احنا عايزين نقوله للناس، تريثوا. واحنا بنقول هذا الكلام ليه؟ لان هيجي لنا لحظه دلوقتي هنقول لكم من فضلكم لا نكرر الاخطاء بعد ما نشوف شويه حاجات للكابتن رضا، لا نكرر الاخطاء مع نجوم اخر هم عماد المستقبل. هو ده او هي دي فلسفه الفقره دي، عشان كده قلنا حتى لا يقع صلاح محسن في فخ أزارو. عايزين ده ما يتكررش،
لا مع لعيب في الاهلي ولا في اي نادي تاني. اصبروا على اللعيبه الجديده، اديها وقت كافي، لا تمجد، قيموهم بموضوعيه وبهدوء شويه. يعني في مرحله النقد والرجم والتلطيش في ازارو هنشوف بعض الحاجات. كابتن طارق دياب النجم التونسي الكبير وهو يتحدث عن امكانيات ازارو اللي وصفها بايه، نشوف. اكتشفت ان اللاعب ازارو بصراحه لاعب امكانياته عاديه جدا في الظروف هذه. يحب المساحات، لاعب يحب المساحات، شهادته تغلق الامور، لما تغلق الامور امكانياته الفنيه محدوده، ثم 90% يلعب ظهره للمرمى، دائما يحضر، ولا مره وضع نفسه للتسديد، ولا مره سدد الا في الكره الاولى اللي اضاح. لما دخل شو اسمه المهاجم عماد متعب، عماد متعب سدد التسديده كانت ان يسجل. الاثنين ازارو وسعيد اللي هم كانوا سيئين، الاثنين صعب ثم الدفاع. واحده من الكرات اللي ازارو كان واجه فيها المرمى وفضل التمرير، دائما يفضل التمرير، دائما ازارو يفضل التمرير، ولا مره في كوره كان عنده امكانيه باش يسدد، رجعها الى الوراء، رجع الى الوراء. وبطبيعه الحال انا نقول بصراحه لاعب ماهوش لاعب الاهلي، لاعب ماهوش لاعب كبير، هذا باش يعطي اضافه خصوصا في الظروف هذه، الظروف هذه صعب على اي مهاجم. هل ممكن ان احنا نتهم واحد ولاعب فاز زي طارق دياب بعدم يعني الرؤيه، بعد النظر او الرؤيه؟ لا طبعا، لانه تحدث في مسائل فنيه، هذا اللاعب ظهره للمرمى في اغلب الاحوال، فعشان كده ده بيتكلم في اول مشاركات لازارو في البطوله العربيه. انما هذا الكلام معناه ايه؟ طب لو كلمنا ازارو وخليناه يبص للمرمى ويواجه المرمى ويدي جنبه للمرمى ويعرف يقف فين ويعمل ايه، هل ممكن تطويره بامكانياته دي؟ هذا ما حدث لازارو. لازم نقول ان الجهاز الفني اضاف لازارو كثير من الرؤيه، ان زمايله دلوقتي اللي بيلعبوا جنبه غير اللي كانوا يعني في البدايه معاه في، مش بس كافراد، غيره في الانسجام، غيره في الرؤيه، خد وقت على ما حفظ اسلوب النادي الاهلي. فالكابتن طارق دياب لمس نقاط فنيه ولكنه تسرع في نقطه واحده بس من وجهه نظري، انه يحكم عليه انه لاعب عادي. لا، هو لاعب غير عادي ولكنه يؤدي اداء عادي، فاهم؟ ايوه انا متفق مع انه كان يؤدي اداء عادي، الله على فلسفتك، لكنه لاعب غير عادي. فلسفتك رايقه، ما اعرفش بقى. لا لا رايقه من ساعه، طيب. من ساعه بتاعه الكازوزه دي وانت طيب ازارو كمان لم يسلم من راي الكابتن رضا عبد العال. انا عايز اقول لك ان وليد لا يخرج من الملعب. شفت امبارح؟ بص تعمل روتيشن، ما تعملش روتيشن، خرج امبارح على فكره، يدخل جوه، يطلع بره، يريح ناس، الا وليد ازارو خرج امبارح ونزل مكان مروان محسن في الاخر. ايوه يا كابتن، في دقيقه كام؟ انا زغرطت في دقيقه 87 يا كابتن، انا زغرطت لا بس عايز اقول لك حاجه، انت شفت الكوره قبل ما نتكلم، شفت الكوره اللي اتعملت له انفراد وقع لوحده؟ بس بيحرجك. انا بيحرجني؟ انا اقسم بالله بيحرجني في ايه؟ اولا لعيب هداف الفرقه، جاب 16 جون في كل البطولات، جاب في البطوله العربيه هدف، في كاس مصر هدف، في الدوري هدف، في افريقيا هدف، في كاس السوبر هدف، في اول مباراه قمه هدف. عايز ايه؟ والله بتكلم جد، كلام هدف كويس في كل المباريات، عمل غير انه هدف، عمل ضربات جزاء وضيع بطوله افريقيا طب ما جاب كاس السوبر، خطا هو اللي جاب كاس السوبر، هو اللي جاي والله بخطا الحارس لولا انه ضغط. يا عم ضغط ايه؟ هو في حد بيعمل الكلام ده؟ هو في جون بيرقص؟ طب اقول لك حاجه، مش قطع واحده ثانيه من الشناوي بضغطه برضه؟ لولا ان الشناوي مسكها ثاني، ما لو الشناوي عمل كده هو راح كده. ده رأي كابتن رضا عبد العال، ورضا عبد العال كلاعب حريف موهوب، المسطره اللي جواه دايما على مقاسه هو، لرؤيته هو، يعني هو دايما منحاز لنوعيه الكوره دي، غيرها عنده تحفظ كتير، هتلاقوه رأيه بالنسبه لاي حد ما عندوش المواصفات المهاريه العاليه اللي عنده قماشه رضا، المحسنات البدائية اللفظيه بالظبط، يعني في اللغه العربيه هناك من يتمكن ان يقول لك السجع والمحسنات والالفاظ الرصينه، واللي بيقول لك الكلمه الواضحه الصريحه، وهناك يقول لك القول الفصل، القول الفصل بالشكل المباشر الفعال. طيب منشوف علي ماهر قبل ما يلاعب وليد ازارو بكره
رأيه فيه كان إيه؟ الماتشات دي هي اللي بتبين كواليتي اللعيب العالي قوي. النهارده أزارو النهارده كان مهم قوي. هي كوره زي دي احنا الفلوس دي كم الفلوس ده مدفوع فيه عشان كوره زي دي لما تيجي اللعيب أزارو لعيب كويس ما فيش خلاف عليه، لكن انا اعرف ان هو كويس دي قوي ولعيب النادي الاهلي الفرود النادي الاهلي اللي لازم تخلص الفرصه دي بجول. هو ده الكلام. هو ده اللعيب التقيل من ربع فرصه في الماتشات دي في المواقف دي. بص 100 مليون قاعدين كلهم مستنيينك، مصر كلها قاعده مستنياك. 104 ايه 104 امبارح قال لك 104 يعني بالظبط يعني بالمصريين في الخارج يعني بص كم الناس كلها مستنيك انت تجيب كره زي دي. فهو ده الفرق بين اللعيب والعيب. والماتشات دي يا كابتن متحف بتبقى حرب، حرب فعلا في الملعب. الناس بتحس، خلي بالك انت مهما توصف للجمهور الحالات اللي موجوده في الملعب مهما تقول لاي حد والله ما حد هيحس بيها ابدا، اقسم بالله كان حرب. صح. حرب في الملعب محدش بيحس بالكلام ده. فانت عشان تكسب في الحرب دي انت بتجيبش، مش هتجيلك غير كوره كوره زي بتاعه وليد ازارو. جبتها تبقى عالمي، تبقى لا ده تستاهل ان تدفع فيك 20 30 مليون جنيه. طيب ده كابتن علي ماهر، وهنشوف تأثير وجهة نظره دي على الأداء التكتيكي بكرة بإذن الله في مواجهة النادي الأهلي. لكن تعالوا نشوف الكابتن وليد صلاح ورأيه في هذا الأمر. وليد أزارو برضو بيتتابع نفس الأداء، وأنا قلت لك هنا قبل تقريبا 3-4 مباريات قلت لك هل النادي الأهلي هيستحمل وليد أزارو أنه يفضل يضيع؟ الحمد لله ان النتائج ماشيه في صالح النادي الاهلي، لكن انا بقول لك ان وليد عايز وقفه فيما يخص تضييع الفرص. واحده الشوط الاول سهله قوي، طبعا الاستوديو كان بيتكلم فيها اللي كان زي على المباراه حصري، يعني من وجهه نظري بختلف معاهم تماما ان بيتقال ان وليد هيعمل فيها ايه او ان هي صعبه. لا هو مش محضر نفسه، يعني احنا واحنا بنتفرج على الكورة وعملها له اجاييه، انا لازم احط رجلي اليمين وابقى عامل زي صالح جمعه كده، انا بحط رجلي الشمال في الزاويه البعيده ابقى محضر. صحيح. لكن فكره ان انا ابقى افاجئ بالهجمه او ان انا احط نفسي في ان في مفاجاه ان انا في انفراد، عشان كده هتتصرف غلط. ولما استلم ما استلمش بشمالي على بره وبعد كده اخد قرار التصويب، الكره دي تتنكش من فوق الجون كده زي ما صالح عملها جون. فهي الفكره، يعني وليد برضو تاني للمرة دلوقتي تقريبا العاشرة أو أكتر بيضيع فرص من ساعة ما جه النادي الأهلي، فرص بغرابة شديدة. الفرص الكتيرة ده رأيه الكابتن وليد، ما بيطمعش في الفرصة وبيباصي من غير ما يلعب هو أو يحاول هو يسجل. ده كان رأي الكابتن طارق دياب. وانا اعتقد فيما بين الاثنين تبدو عمليه الثقه. ناشئ صغير جاي لنادي كبير كان محتاج ياخد وقت من الثقه علشان يتقل، بحيث الخبره يا كابتن ابراهيم كمان اكتر من الثقه، يكتسب الخبره، يكتسب الاحساس بالمكان، تبدا ثقته في نفسه تزيد، تبدا الضغوط اللي عليه تقل، يبدا ينسجم اكتر مع زمايله، يبدا يستوعب تعليمات مدربه اكتر. وهنا تبان بصمة حسام البدري ومشت أزارو اللي استلمها كيف انتهت من واحد بيتقال فيه كل هذا الكلام إلى واحد هداف الدوري. ما تنسوش فض مدرب على لاعب بهذا الشكل زي ما كنا بنتكلم على دور مانويل جوزيه على كل اللعيبة دول. يا عزيزي إبراهيم آه جاب الهد، جاب الهد آه، جاب قدمه اليسرى آه، جاب قدمه اليمنى آه، جاب فرست تايم تابع، جاب جوان من متابعه ايوه، جاب جوان من انفراد ايوه، زق الكره وجري وانفرد اه، ضغط وخطف الكره وجاب جوان اه يعني جاب كل انواع الاهداف اه في كل المواضع. حتى الجون اللي اتلغى له جابه بصدره، جهزه لنفسه، حطه كل المواضع واتلغى. طيب عمل كام اسيست، كام ضربه جزاء؟ اللي بيتحدث عن ازارو يشوف تاثيره. جاب، عايزين بس ما حدش جاب لنا كام اسيست. يعني أنا متأكد إذا كان جاب 14 جون عمل 14 أسيست. طيب وائل جمعة من برضو محلل الكرة اللي كان له رأي في وليد أزارو نفتكره. الفرق بين أزارو وبين أشرف بن شرقة، الفرق هنا والفرق هنا، ولاعب بيعرف يقف على الكورة، بيعرف إمتى يسدد، إمتى يشوط، إمتى
يساعد زمايله. ده الفرق بين الاثنين. أزارو لاعب جيد وقلت هيبقى لاعب كويس بعد فتره مش دلوقتي. النادي الاهلي سوبر نعم لا سوبر بيلاعب رباعي الاهلي لوحده بيلاعب رباعي الاهلي لوحده رشيق عنده قدره على الاستلام تحت ضغط يا كابتن طارق عنده قدره على الاستلام تحت ضغط بيقدر يسجل بيقدر امتى يرقص امتى ولاعب صغير في السن برده ده الفارق بين لاعب عايز عنده الرغبه على قياده فرقه لوحده يا يوسف وده اللي انا قلته المباراه اللي فاتت قلت وليد هيبقى بعد سنتين من احسن فراوده موجودين في افريقيا الناس بتزعل لما بنقول الكلام ده محمد ولكن ده بان في المباريات اللي زي كده المباراتين اللي فاتوا بن شرقي لاعب موهوب اعتقد المباراتين اللي فاتوا محمد كان فيه مساحات المباراتين اللي فاتوا كان فيه مساحات هو وليد مميز في السرعه الدفاعين الترجي والنجم ساحلي فتح الدفاعين بقى عنده مساحات يقدر يسجل وبرغم كده اضاع فرص كتير جدا انما مباراه النهارده اكدت ان هو ما عندوش الخبره اللي النادي الاهلي محتاجها في المكان ده حتى انت قارنت بين وليد قارب بين أزار وبين أشرف بن شرق الفرق هنا والفرق هنا ولاعب بيعرف يقف على الكورة بيعرف إمتى يسدد إمتى يشوط إمتى يساعد زمايله ده الفرق بين الاثنين طيب كابتن حسام البدري بقى يعني ده الكلام ده الكلام ده كله يعني شوف الكابتن وائل جمعة قال إيه قال كمان سنة أو اتنين هيبقى واحد من أهم المهاجمين هو اختصر الزمن بس يا جماعة احنا تاني خطورة وليد أزارو انه بيستطيع ان يتواجد باستمرار ويجر الفريق من حالة الدفاع الى حالة الهجوم في اجزاء من الثانية ولو خيرتني بين مهارة بن شرقي وخطورة وليد اختار وليد لان انت مهارة بن شرقي لو دفاع يفطن الى ان هو يراقب بدري ممكن تلغيه لكن ما هوش يعني النهارده لما تتكلم في مهاجمين كتير ما كانوش يتمتع بالمهاره ولكن يتمتع بالفعاليه الكابتن ايمن شاو كان من اخطر المهاجمين الكابتن محمد رمضان كان من اذكى المهاجمين واخطر الكابتن حسام حسن كان من اخطر المهاجمين على مستوى العالم كل دول ما فيش حليات اللعب لكن في التاثير والقوه مش كل لعيب لازم يتمتع بخفة ومهارة ورؤية عماد متعب أو بن شرقي دي نوعية مختلفة أيوة طيب إيه اللي خلى بقى كابتن حسام البدري يتمسك بوليد أزارو ويراهن عليه ويعمل منه هداف الدوري كان رأيه فيه إيه وتحليله الأداء وإيه نشوف الكابتن حسام البدري في دي إم سي واضح انه التوفيق لم يحالفه واضح انه ثقته في نفسه مهزوزه شويه والناس يعني سلطت الضوء على ده بشكل كبير بعد المباراه الاخيره مع الرجاء اللي كان قدامه فرصه للتهديف ومع ذلك حب يضمنها اكتر وبصاها الجونيور اجاي لماذا يتمسك الكابتن حسام البدري بوليد ازارو ايه اللي شايفه اللي الناس مش شايفاه في وليد ازارو اولا يعني يجب ان الناس تعرف ان المدرب ما يقدرش يقول كل حاجه لان حته ان ما اقدرش اقول كل حاجه دي في حاجات يحتفظ بيها حفاظا على الاخرين لان انا ممكن دلوقتي يبقى تقييمي لفرد معين او لاعب معين بيبقى تقييم فني وبدني واشياء كثيره جدا في اشياء بتبقى مش لصالح اللاعب لكن ما تقدرش تخوض فيها لان لو خوضت فيها يبقى بالتالي انت بتدي معنويات بتبقى ضد اللاعب بتنقص كتير من اللاعب انت عارفين جزء كبير جدا من قدرات اللاعب ان هو يبقى عنده معنويات لان ممكن في بعض الاحيان في متغيرات بتبقى بالنسبه للاعب في الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه العمر السني كل الكلام دوت بيبقى في اعتبارات لكن خلينا نقول ان لاعب كره القدم عمره ما بيشوف كل الكلام ده زي ما المدرب بيشوفه اما تيجي تحلل مهاجمين النادي الاهلي اللي هم بيلعبوا كسترايكر هتيجي تجد عندك وليد ازارو هتجد اجاي اللي انا خليته سترايكر وهو مش سترايكر لان اجاي اصلا بيلعب نص الملعب على ناحيه الشمال او ممكن تحت راس الحربه لكن نظرا للنقص عندي في الحته ديت واصابه مروان ورحيل عمرو جمال ما عنديش
سترايكر اللي وليد ازارو واجاي وعماد متعب. لو كلمت لك على مواصفات لكل واحد مش هقدر اتكلم بشكل كامل زي ما انا شرحت لك من شويه. في حاجات مش هقدر اقولها لا على عماد متعب ولا على اجاي ولا على وليد ازارو. في سلبيات ما اقدرش اخد فيها تمام، وفي ايجابيات عندهم هم الثلاثه. لكن لما تيجي اقول لك هل انت عندك لاعب في المكان ده عنده سرعه زي وليد ازارو؟ انا عاوز اجابه. هل انت عندك لاعب في الثلاثه دول عنده شراسه زي وليد ازارو؟ الكلام اللي موجود عند وليد ازارو ده، شوف كم الفرص اللي بتخلق نتيجه الكلام اللي بقول لك عنه، السرعه والشراسه، شوف بتخلق فرص قد ايه. ودليل على كده ان احنا كلنا دلوقتي بنتكلم على وليد ازارو، الفرص الكتيره اللي بيضيعها شيء جميل جدا. كنا احنا نقول الفرص الكتيره ده في شيء ايجابي يا جماعه. دي رؤيه مدرب مسؤول كان يراهن عليه وكسب الرهان حتى الان. الشراسه والقوه، هو عايز دي، عايز دي، عايز دي في الملعب، مش عايز الجماليات. ما انت ممكن تبقى عندك يعني، حتى لما كان في حد بيقارن في المنتقدين يقول لك شوف ازاي صالح جمعه حطها وعلى يمينه، دي مهاره ودي وده نوع تاني من الفاعليه. لا يمكن المقارنه تكون كده يعني. لكن الرهان كسبه والكابتن حسام البدري، وتعالوا بقى نشوف علاء ميهوب ويقارن بين أزارو، هو كان وراء التعاقد مع أزارو من البدايه. ويقارن بين أزارو وعلي الخنيسي وعمرو مرعي، نشوف. هو نقارن بين الثلاثه، بين وليد وخنيسي وعمرو مرعي، لو خدت مثلا مميزات كل واحد وصغر سن كل واحد وحركات كل واحد، انا عن نفسي بفضل وليد. وليد بغض النظر عن يعني عن ان هو موجود او هو جه النادي الاهلي، لكن انا بفضل النوعيه دي. النوايه دي مع الوقت، النوايه دي مع الخبره هيبقى دي شأن تاني خالص. التانيين خنيسي خبره ولعيب كويس وكل حاجه اكيد طبعا يعني، لكن وليد لا، وليد في الموضوع ده لا فارق شويه. صلاح محسن بيلعب تحت راس الحربه على الاطراف، لكن حتى بيلعب راس حربه راجل عنده موهبه ممتازه، بيعرف يستغل سرعته وموهبته كويس جدا، لعيب كويس، لعيب صغير، هو ده اللي انت بتدور عليه الفتره دي، لعيب صغير، لعيب عنده موهبه وتبدا تشتغل معه. ويمكن صلاح زي ما بقول لك من الموسم اللي فات واحنا يعني متابعين الناس كلهم، اذا كان ناجي هو قريب من محمد صلاح شويه. بس انا تحس برضو على في سنه طيب ده راي الكابتن حسام البدري وراي الكابتن علاء ميهوب، لكن هتلاقوا بعض الزملاء الاعلاميين مع ثم ضد أو ضد ثم مع. على فكرة دي موضوعية، فضيلة التراجع موضوعية، دي موضوعية، دي موضوعية. يعني تعديل الرأي دي فضيلة، مش المكابرة هي اللي مشكلة. الزميل إبراهيم فايق بيهاجم أزارو في دي إم سي. وإن كنت أنا عند وليد أزارو هقول حاجة ومعلش ما تزعلوش مني فيها عشان أبقى صريح. وليد أزارو مهاجم كويس، بس كمان 5 سنين، انا كنت بقول كمان 2 سنين، بالانفراد بتاع النهارده ده بشويه حاجات في الملعب كده، لا وليد ازارو محتاج يخرج من النادي الاهلي، يطلع اعاره، يخرج ويبقى يجي تاني. بس في حاجه فيه مش ماشي، هو مجهود كتير قوي وقوه كتيره قوي، بس بيجي عند اهم حاجه اللي انا شريك عشان خاطرها وما بنفذهاش. وده ملوش علاقة بس بفكرة الإمكانيات، لأنه إمكانيات وهيجي منه، بس هي ليها علاقة أتخيل بصغر السن والخبرات. 19 سنة لسه أو 20 سنة لسه، محتاج شغل كتير. كان زمان يقول لك إيه قبل وبعد. طب شوف عايز يخسس واحد شفت قبل تشوف بعد، هذا ما قبل، طب نشوف ما بعد. نفس الأستاذ إبراهيم فايق. علشان الناس كلها شافت، انت بعت لي على تويتر وعلى فيسبوك وانت قلت على وليد ازار، وانت بص يا جماعه للمره المليون، انا راجل لا اكابر خالص. وبعدين انا ما غلطتش في وليد ازارو، انا ما اتكلمتش على وليد ازارو بشكل فيه اساءه، عشان بس يعني ما شتمتش، انا اسف اللفظ يعني، انا عمري ما بستخدم ده وعمري عملتها يعني. طيب انا كنت بتكلم في ايه؟ كنت بنتقده نقد متعلق بادائه. طيب وليد ازارو كان بيعمل ايه اول لما جه النادي الاهلي؟
كل الكوره يا واحده في الساعه يا واحده يمين يا واحده شمال، ما كانش مركز. لما وليد ازارو تالق مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا طلعت انا اول واحد قلت ايه بلا اي يعني غضاضه، انا اسف انت لعيب مميز، مش الموضوع خالص مش مكابره. لما انت بقى تبقى مغرب تعمل ايه؟ تشوفه كويس وتفضل تقول ايه بس ما ينفعش، بس في احسن منه، يبقى انت غرضك طول الوقت التفطيس. احنا ما بنعملش كده. أزارو لعيب مميز، هداف الدوري، رد علينا ب 14 هدف سجلهم مع النادي الاهلي، وللامانه فرقه النادي الاهلي فرقه كبيره جدا جدا جدا، والامكانيات اللي موجوده في الملعب تساعد اي لعيب. الاهم من كل ده ان المدير الفني كابتن حسام البدري، انا اسف في التعبير اللي انا اقوله يعني، مفيش لعيب في النادي الاهلي دلوقتي كان يحلم ان هو يوصل للمستوى ده، علشان خاطر كل ده ما كانش هيحصل الا اذا في مدرب كبير بمعايير كبيرة اسمه حسام البدري. بكل أمانة يعني. ده رأي الزميل إبراهيم فايق بدون مقابرة، وأيضا انصاف للكابتن حسام البدري. طب الكابتن فاروق جعفر، طب قبل ما تروح لفاروق جعفر، هو قال حاجة ما غلطش وقال لك كمان خمس سنين حبها، هو أظهر واختصر الفترة في خمس أسابيع بس. والنجاح بعد كده لما يتقال سببه لعيبة الأهلي، طب هم نفس اللعيبة اللي كانوا موجودين معاه وقت ما كنتوا بتحدفوه بالطوب. حد بيلعب لوحده، دي لعبة جماعية يا اخوانا. بالظبط. لكن يبقى التعديل الرأي والاعتراف بيه زي ما ابراهيم قال، دي فضيلة ورأي يحترم. كابتن فاروق جعفر رأيه في أزارو في أكتوبر 2017. وليد أزار 28 مليون جنيه تم دفعهم فيه، بالإضافة لمليون و300 كل سنة تصاعدي، مليون و400 مليون و500 دولار. آه أنا هتكلم بقى عليك لعيب يعني. يعني عايز أقول لغاية دلوقتي هو ما عبرش عن نفسه بشكل جيد، ما قدمش نفسه لجماهير النادي الأهلي ولا الكرة المصرية بشكل جيد. لعيب زي أي واحد عادي، ما عندوش، ما عملش إضافة للخط الهجوم بتاع النادي الأهلي. يمكن اللعيبه اللي موجوده اللي بيساندوه من تحتيه سواء عبد الله السعيد او جونيور او وليد او كل اللعيبه اللي بتلعب تحتيه، يعني عبد الله اي حد عن امه افضل منه. انا عايز اقول ان هو يعني السرعه لوحديها في الكوره، الاول انت تلعب كوره ثم تنمي القدرات اللي محتاجاها الكوره، كانت قوه ولا سرعه ولا مرونه ولا رشاقه، لكن المهاره هي الاول. أنا شايف إن مهارته مش بنفس قوة لعيبة النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده لعيبة أفضل منه، أنا مش بقول كده عشان أنا بقول النادي الأهلي بيجيب دايما لما بتيجي تجيب لعيب أجنبي لازم تجيب لعيب أجنبي يعمل لك إضافة يبقى أفضل من اللعيبة اللي عندك. هو مش أفضل من اللعيبة الموجودين في النادي الأهلي، في لعيبة في الدوري المصري أفضل منه، لم يقدم جديد للنادي الأهلي. فأنا بقول الفترة اللي جاية النادي الأهلي لازم يبقى عنده البدايل، لكن هو قدراته أنا من وجهة نظري لو اي واحد مصري خد المساحه اللي خدها وليد كان هيبقى اضافه اكتر. قلنا طيب احمد ياسر ريان ليه لا؟ طيب هذا قبل ماذا عن بعد؟ نشوف تاني كابتن فاروق جعفر هل ما زال عند رايه؟ ونروح لتشكيل الجوله 18 طبقا لرؤيه كابتن فاروق جعفر. ثلاثه تحت راس الحربه، ميدو جابر الاهلي، عبد الله السعيد الاهلي، محمد حمدي سموحه، واخيرا سيف الدين الجزيري طنطا. رايك ايه في التشكيل ده كابتن فاروق؟ ومين اللي انت متفق معاه ومين اللي انت مختلف معاه؟ سيف الدين الجزيري مهاجم طنطا. انا برضك وجهه نظري هنصمم على وليد ازارو. وليد ازارو لعيب دلوقتي بقى لعيب مهاري، دلوقتي لعيب مساحات، ولعيب المساحات اهم من لعيب المهاري. ان وليد ازارو بيشتغل بشكل كويس جدا، بيفتح الملعب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بيجيب الاهداف كلها سواء وليد ده جابها او صنعها او اتحرك، فهو شريك في كل الاهداف اللي فيه. تمام. اذا الدرس المستفاد يا استاذ ابراهيم، دع عملك يعبر عنك ويرد عنك، وفي الآخر الإنصاف هيجي لك، عندما تمتلك القدرة اظهرها. طيب نشوف جدل بقى بين دي كريم في حلقة حسن. واحدة بقى قبل وبعد، بس في حلقة واحدة. جدل بين كريم حسن شحاتة وخالد الغندور حوالين وليد أزارو. بصراحة كده يعني كابتن رضا وهو معايا يقول لك والله لو جاب 20 جون ما عندوش فكره.
يعني هكمل لك بس السؤال. رضا عبد العال والله لو جاب 20 ما عندوش فكره، ما عندوش مهاره. اصبح اكثر لاعبي على مدار التاريخ اللي جيبوا 14 هدف في هذا في الكم القليل من اللقاءات اللي شفتها. لكن على ارض الواقع تيجي تعمل مقارنه، ما هو وليد ازارو كان بيلعب في دفاع جديدي جاب 6 جوان في الموسم. طب ما هو ما جابش ليه جوان عشان فرقه الدفاع الجديدي مش قويه زي الاهلي. نمره 2 لعب ماتش واحد مع الكاميرون منتخب المغرب وتم استبعاده. في مقابل كوبر والجهاز الفني يقول لك يا ريتني كان عندنا واحد زي وليد ازارو. فحتى المنتخب المغربي لا ينظر الى ازارو. طب وفي نفس الوقت هل بقى هل قيمه ازارو انه بيلعب في الاهلي ولا ازارو هو اللي اضاف للاهلي؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. قيمه ازارو ان هو بيلعب في الاهلي، ان هو كان ممكن يروح نادي تاني. يعني ازارو بيلعب في امبي؟ لا ما كانش هيأدي نفس الشكل. يجيب كام جون؟ لا ممكن يجيب 4-5 جوان فعلا. الكابتن لما بيكون تحتيك عبد الله السعيد تحتيك جونيور اجاي ووليد سليمان وقبليها مؤمن زكريا ودلوقتي باكا مع وجود واحد زي احمد فتحي وعلي معلول الاطراف والكور العرضيه كده لازم هتوصل للجول 70 مره في الماتش. صحيح. فلما بيوصل كتير هو عنده القدره التهديفيه وهو عنده المميزات او الصفات بتاعت المهاجم المميز. قوه والسرعه والطول واللي هو بيخطف جوه ال 18 وبيعرف يحط الناس في ظهره بشكل كويس جدا لازم هيسجل اهداف طبعا. يعني لو بيلعب في فرقه غير الاهلي لا مش هيسجل الاهداف دي كلها. هو ليه قيمه بس الاهلي زودها له. يعني هو خامه كويسه جدا وصغير في السن ما كانش هيوصل للمرحله اللي هو فيها دلوقتي لو ما لعبش في الاهلي. خلاص هذا فصل الكلام. هو ليه قيمه الاهلي زودها له وطورها له وهيحوله الى لاعب من طراز راقي جدا جدا جدا. واللي كانوا مستكثرين المبالغ اللي دفعت فيه تذكروا يستطيع الاهلي ان يبيعه بالثمن اللي هو عايزه. وده اللي خلى ميدو يرفع القبعة. نشوف. كابتن وليد عايز اقول لحضرتك حاجة. لكن هو نجم النادي الاهلي. النادي الاهلي ونادي الزمالك برضو تاريخ من الفشل في التعاقد مع اللعيبة الاجانب. لعيبة كتيرة جدا مرت على نادي الاهلي ونادي الزمالك. لعيبة كانت لا تصلح انها تلعب في الناديين. لازم نرفع القبعة. وصول اللعيبة العرب ما حققتش قوي نجاح في الاهلي والزمالك والافارقة والعرب كله. النهاردة لازم ترفع القبعة للمسؤولين داخل النادي الاهلي في وجود لعيبة اجانب مميزين بيصنعوا الفرق مع النادي الاهلي. يعني النهاردة ازارو مميز، مهاجم مميز، لان انت جايب مهاجم دولي بتاع منتخب المغرب. النهاردة اجايه لعيب مميز جدا. معلول واحد من اهم مفاتيح لعبك. واللعيب الاخير باكا اسمه لسه كمان ميدو اجايه من نجوم المباراة. صحيح. فالنهاردة انت جالك وقت من الاوقات عمر بيبقى عندك ثلاثة لعيبة افارقة وحشين. فالنهارده لازم التحيه للمسؤولين في النادي الاهلي اللي تعاقدوا مع اللعيبه دول لان اللعيبه دول صانعين الفارق مع كابتن الكابتن علاء ميهوب. كابتن علاء ميهوب في اللجنه الفنيه ومعاه الكابتن هشام حنفي ومعاه لجنه الكوره. لا لا اللجنه اللي اختاروا اللعيبه دي اللي اختاروا اللعيبه دي لجنه فنيه. كابتن حسام البدري بيقول انا عايز مهاجم بس يكون صغير في السن ويكون سريع ويكون عنده لياقه بدنيه ويتحرك في مساحه. تبتدي اللجنه الفنيه تدور على عدد من اللاعبين اللي يمتازوا بالحاجات اللي عايزها كابتن حسام البدري. واحد من اللي اختاروهم وليد ازارو. كابتن علاء ميوب اتفرج عليه وراح له وشافوه كويس. هي فكره الاهلي بقى يستحمل انه يصبر على وليد ازارو او لا دي بقى يعني يسال عنها الكابتن حسام البدري. بيجيب جوان بدا يبقى اختياراته او قراراته. ميدو بيقول نقطه مهمه جدا هي دي الخبره. انا امتى الخبره هتجيلي؟ بعد عدد كبير من المباريات والمواقف. صدقني انا اسف لقطع كلامك. صدقني لو انت مدرب الاهلي، انا لو مدرب الاهلي لا يمكن يكون عندك لعيب زي ازارو ما تلعبوش. صح. لا يمكن. هو ده القول الفصل. لا ما تديله بقى حقه بعد كل الكلام ده. وليد ازارو احسن لاعب في حفل الاهرام الرياضي. يفوز وليد أزارو بلقب أفضل مهاجم في مصر. نشوف وليد أزارو في حفل الأهرام الرياضي كان تعليقه إيه. وليد أزارو المهاجم الأفضل في مصر 2017 هو بالفعل هداف النادي الأهلي. وليد في البداية برحب بيك بقول لك مبروك. يعني عايز في الأول قبل ما أتكلم معاك قول لي احساس ومشاعر اول جايزه ليك في مصر وجايزه انك تكون الافضل في الدوري المصري.
كما كعرف جميع الجائزة هذه كتعطيك واحد الدافع قوي باش انك تقدم دائما احسن مستوى. والحمد لله كما قلت لك اول سنة ليا في الدوري المصري وكتكون هذه اول جائزة ليا، شيء كيعطيني شيء كبير بالنسبة لي انا، ونحاول ان شاء الله هذه تكون غير البداية والقادم احسن ان شاء الله باذن الله. أهمية الجائزة ليك وخاصة ان انت بدأت الموسم مع الاهلي رغم انك كنت بتهدف، لكن كان في حالة زعل او حالة غضب من جماهير النادي الاهلي من وليد ازارو، أهمية الجائزة في الوقت ده؟ كما قلت لك الجائزة دايما تحاول تعطيك واحد الدافع اقوى. الحمد لله الجهد اللي تناخذوه والجهد اللي تنقدموه ما مشاش عن عباس، وكما قلت لك هذا غيكون هذه الانطلاقة ماشي يعني اخر المطاف، غتكون هذه الانطلاقة ان شاء الله ديال وليد ازارو. توقعات النجاح في الاهلي وليد؟ الاهلي دائما متفوق وكنحاولوا اننا كما قلت لك ناخذوا مقابله بمقابله، ونحاولوا ناخذوا 3 نقاط من جميع المقابلات، ونحاولوا ننافسوا على جميع البطولات اللي كنلعبوا فيها وناخذوها ان شاء الله. دور كابتن حسام البدري مع وليد ازارو؟ دور كتاب حسام البدري مع وليد ازارو كيبقى دور كبير، لانه كيدينا واحد دافع اخوة بالنسبه لي بالنسبه لجميع اللاعبين اللي كيكون عنده. علاقتك بلعبة الاهلي العلاقه اللي واضح انها متميزه وبيقفوا معاك بيساندوك، باين ان في حاله حب وليد من لعبة الاهلي، وده اكيد اثر على تالقك مع النادي الاهلي. وكما يعرف الجميع الميزه هذه ماشي اول مره تكون، هي دائما كاينه في النادي الاهلي، وهي هي حاجه اللي خلتني انني نجي للنادي الاهلي. شايف ان الاهلي بوابه لانطلاقك في دوريات اوروبيه قويه، وخاصه يا وليد عايز اقول لك احنا سمعنا تصريح من رينارد ان اللعيبه المحترفين في الدوريات العربيه وفي الدوري المغربي هيكون فرصهم صعبه في كاس العالم، ردك على الكلام ده وايه طموحاتك في الفتره الجايه مع المنتخب المغربي وخاصه مع حلم المشاركه في كاس العالم؟ بالنسبه للنادي الاهلي راه غني على التعريف كما قال الجميع، وكما قلت لك هو اصلا نادي كبير وكيبقاو هنا، انا عندي عقد مع نادي الاهلي وما كنفكرش شي حاجه، ونخليو السنوات هي اللي تقول لنا الحل اللي كاين ان شاء الله. من ضمن كلام وليد ازارو اللي قاله بالعربي برضو انه سعيد جدا بزمايله معاه، وقال ان هي دي الروح اللي بتنجح الاهلي واللي خلته حابب يجي النادي الاهلي او حابب يجي النادي الاهلي. طب ما هنشوف في هذا الفيديو الاخير مسك الختام لملمح من ملامح هذه العلاقه بين لاعيبه الاهلي. رغم الظروف اصابه هاني اصابه رامي، ففضل فضل ان انا ما شاركش الماتش اللي فات علشان خاطر يعني حافظ عليا وكده، فبشكر الكابتن حسام والجهاز الفني وبشكره النهارده الحمد لله. وما زي ما اقول لك اللعيبه هي دي بقى الرجاله، وهي دي يعني الناس كلها بتموت نفسها، هو ده سبب المكسب. يعني شفت اللي حصل في دماغ ازارو؟ انا قلت له قبل الماتش هتلعب ازاي، فالحمد لله اصابه خفيفه. ازارو ألف سلام عليكم، مبروك على الجون ازارو. حبيبي ربنا يخليك يا سعد. ربنا يخليك لينا ويخليك لكل الحاجة في البتاع. مين؟ سكليليسي؟ سكليليسي. ألف سلامة يا أبو كريم، و ألف سلامة. ألف مبروك علوة ومبروك وعلي ووليد وأجاي وباقة. بصراحة فريق معانا جدا، من الناس المخلصة اللي بتحب النادي بتشتغل بجد. معانا الكاس اهو، الناس كانت تعبانه وبتقدم كل رجوله، فببارك لهم وبارك لوليد النهارده على الجون، وهم بقى يبارك لهم. انا سالك الاول بس قبل ما اروح لوليد وعلي معلول، وليد سعد ليه تعامل خاص تحديدا مع اللاعيبه الاجانب اللي بيقولوا الاهلي؟ طبعا انتوا ولاد يعني زي مصر، يعني مصر والمغرب وتونس بلد دول مش اجانب تاني، لكن سعد بيتعامل معاكم انا بالنسبه لعلي وليد انا الاجنبي. ازاي؟ من العرب بالعربي بلاش بقى الاشخاص خميس ايوه كده اتكلم معاك مغربي يعني على العرب بلاش مغربي دي فاهم يعني عشان لو تفهم لا اتكلم عربي يا من الاخر هوبا ده هوبا هتعمل ايه خلاص ما حدش يقدر يحس بالغربه في الاهلي اذا كان انسان سوي وطبيعي هيجد نفسه داخل عائله تحبه وتحترمه ويبادلها الحب ولسان حال الجميع بيقول احنا ليك يا اهلي ودي هتسمعوها بعد ما عزيز ابراهيم يختم لنا الحلقه
دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله بكرة الجمعة الأهلي والأسيوطي الاثنين الساعة 8 مساء الأهلي والنصر، ونلتقي على دوما. ممكن نقول كلمة بقى دلوقتي؟ آه. هي يعني آه. أنا حقدم احتجاج، أنا أشعر بمؤامرة من لجنة المسابقات على الملك وكتابة، عمالين يحطوا لنا الماتشات يا اثنين يا خميس يا اثنين يا خميس يا اثنين، مش معقولة، مش عارفين نشتغل يا أستاذ عامر. بصراحة هذا نوع من الانتهاض. شكرا جزيلا لحضراتكم، واحنا ليك يا أهلي، تصبحوا على خير.